كابتن ميكي، الحقيقه ان انا عارف ان العمل في دوري يعني المحترفين صعب، لان انت بيجي لك ممكن لعيبه، معلش اسف ان انا اقول كده، يعني ممكن تكون مش متاسسه بافضل شكل، فده بيتطلب من المدرب ان هو لازم ان هو يشتغل على بعض الامور اللي انت ممكن تكون مش متوقعها في المرحله العمريه دي، او في كلاعب درجه صح. درجه اولى. ازاي ان انت، هل دي فعلا حقيقه؟ انت راجل لعبت في الدوري الممتاز وعارف لعبت في الدوري الممتاز واشتغلت في الدوري الممتاز واشتغلت دلوقتي في الدرجه الثانيه، هل الفروقات كبيره ولا فعلا الفروقات؟ يعني انا بتفرج على ماتشات بصراحه، يعني انا بتفرج على ماتشات دوري المحترفين بالذات الفرق اللي بتنافس على الصعود، وبشوف ان مفيش فرق كبير ما بينهم وما بين على الاقل خمس ست فرق في الدوري الممتاز. ده يعني بحس كده يعني. ده مظبوط جدا. بس انا هرجع لحاجه، بس اللي هو السؤال اللي بساله كريم، احنا كنا شغالين من اول يوم ان عشان انت عارف اللاعب المصري، فاحنا كنا شغالين ما بنتكلمش في حاجه غير ان احنا نصعد قبل الدوري، قبل الماتشات، في عز انت ما من الناحيه النفسيه يعني. طبعا طبعا. وبتشتغل على ده وبتحلف للعيب وبتقنعه ان انت هتصعد. ده كان مهم ان اللعيب يبقى عايش معاك عشان ما يبقاش فيه لعيب يوصل له الايمان ده بنفسه، الايمان ده ان انا هصعد في عز الظروف والدنيا مقلوبه، انت اتعادلت مش عارف ايه، نجمع اللعيب هنصعد واحلف لهم. حتى كريم يعني، حتى كريم كنت باقسم لهم ان احنا هنصعد، لان انا كنت عندي يقين في الله سبحانه وتعالى ومتاكد ان احنا هنصعد، ما كانش عندي شك في ده لحظه. فهو ده اللي احنا كنا شغالين عليه، ان احنا لازم تبقى انت عايش الموضوع من اوله. انا شايف ان مفيش فروقات كبيره قوي اللي حضرتك بتقول عليه دوت، غير في لحظات معينه من اللعيب ده لما دماغه بتروح للميديا وللعروض، لما بيمشي بشكل كويس. يعني انا مثلا، انا اسف عايشة، يعني انا اتفرجت على اكتر من ماتش، اتفرجت على ماتش دجله في ملعب الماكس، اتفرجت على اكتر من ماتش. عندكم سنتر باك بيلعب ناحيه الشمال، لا لعيب كويس قوي، بيطلع بالكوره كويس وبيلعب الكوره بين الخطوط كويس وبيلعب كوره قطريه كويس. صح، عبد الله. صح، عبد الله محمود. طويل اسمراني كده سنه. عبد الله. صح، عبد الله. في عبد الله وفي مؤمن، الاثنين كويسين. لا اللي بيلعب شمال عبد الله. عبد الله لعيب كويس. لعيب كويس جدا. هل في عروض جات له ولا؟ عبد الله ده، عبد الله احنا عبد الله كان بيلعب في سيراميكا والمقاولين. عنده كام سنه؟ معلش، 97 مواليد 97، عنده 25 سنه، 27 سنه. لعيب كويس. هو جه جبته قبل القيد بيوم، كان شرطه، وانا ما بحبش الشروط في الكوره، ان انا امضي سنه. فانا يعني هو فري ده. هو فري ده، مش هو بس لعيب كويس. ده مش هو بس، ده مش هو بس، 15 لعيب فري. انت هل ده كان سبب رئيسي في ان انت تاخد قرار ان انت يعني بعد النجاح في الصعود ان انت تعتذر او ان انت تمشي، ولا ايه السبب؟ احنا تعبنا السنه دي جدا جدا. حتى القيد نفسه ما قدرناش نفتحه في يناير. يعني السنه دي، السنه دي. لكن يعني انت بعد ما صعدت، انت خدت قرار ان انا لا خلاص، انا الشغلانه خلاص انا عملتها، واسيب الفرصه والمساحه ان حد تاني يشتغل. بالظبط كده. هل ده كان جاي لك بمعرفتك ان انت لازم تبني فريق من اول وجديد للدوري الممتاز، وده اتطلب منك مجهود كبير جدا، ولا ان انت حسيت ان بصراحه ان اداره النادي مع الصعود للممتاز عايزه مدرب عنده خبرات كبيره في الدوري الممتاز؟ يعني انا مثلا احكي، اقول لك مثلا، يعني انا وانا بدرب الزمالك المره الاولى كسبنا كاس مصر. والاداره جات لي بعد كاس، بعد كسبنا كاس مصر، قالت لي لا احنا محتاجين دلوقتي مدرب عنده خبرات اكتر، فعشان يعمل ايه؟ عشان يعمل ايه؟ مفيش مشكله يعني. فانا راي الاداره خلاص، مع خلاص مفيش مشكله، مفيش مشكله. هل الموقف مشابه؟ ما هو حصل معايا الموقف. ما انا صاعد بالفرقه. ايوه، السنه اللي فاتت. بص عشان برضو، السنه اللي فاتت احنا كنا في الدوري الممتاز. الموسم اللي قبله انا صاعد بالفرقه، وتعرضوا عليك تبقى مدرب عام مع كابتن احمد ايوب، ووافقت. ما كانش عندي مشكلة. بعد الصعود المره دي قلت لا، لا خلاص. بس هم احنا ما اتكلمناش، فانا هجيب ميدو ولا مش هجيب؟ لسه ما فيش اسماء. ما فيش اسماء. لكن انا الفكره نفسها، طبعا لا. ثانيا انا برفع الحرج عن الناس. ثالثا انا برضو محتاج حاجه شويه تكون ما فيهاش نفس الاسترس ونفس الضغوط ونفس مفيش تفاصيل كتير جدا. انا عشت في تفاصيل السنه دي. عايز تعيش يعني، عايز تشتغل في حته مريحه شويه. مش مريحه، الحد الادنى. الحد الادنى، وده اللي انا بقوله، مش الحد الادنى للنجاح يعني. الحد الادنى للنجاح. بس انا اجي النهارده مثلا، طب ايه، معلش يعني، دايما انا في احاديثي دايما في التلفزيون او في البرنامج وانا مقدم، انا دايما باخد ايه صف اللي مش موجود. تمام تمام. طب انا النهارده كاداره حرس الحدود اقول لك، طب انت صعدت، وحتى باقل الامكانيات دي صعدت، ليه انت النهارده ما تاخدش خطوه لورا تاني، وانت بتتكلم على حته الضغوط، واجيب واحد ان هو يشيل الضغوط كلها وانا اكمل شغلي معاه،
يعني انا بفكر انا تمام. يعني لو انا النهارده لو انا النهارده صراحه بصراحه انا رئيس نادي حرس الحدود او المدير الرياضي او ايا كان هقول لك انا عن نفسي هقول عن نفسي واقول لك بصراحه ما تزعلش مني تمام. لو انت بتسال ميدو لا انا افضل قرار ان انا اكمل تمام. افضل قرار ان انا اكمل تمام حتى لو مدرب عام ما بص يا ميدو انا النهارده احنا السنه الموسم اللي فات احنا الفرقه نزلت كان فاضل 8 ماتشات انا اشتغلتهم اشتغلت في الدوري ممتاز اتعادلت خسرت 3 ماتشات اسماعيلي بيراميدز اهلي كسبت المحله كسبت اسوان اتعادلت مع النادي الاهلي في احتفاليه الدوري بتاعه اتعادلت مع الاتحاد فانت اوريدي جربت وشفت ان الراجل ده انت شايف خلاص مش هاخد خطوه لورا خلاص لازم ابقى مدير فني لا مش على لازم ما هي فكره برضو لو السنه الاولانيه ما كانش فيه مشكله كنا لسه ما اشتغلناش بالشكل الكافي والكلام ده كله لكن انت تشتغل سنتين ورا بعض في الدرجه الثانيه ربنا يكرمك وتصعد في الدوري الممتاز وتشتغل 10 ماتشات ولا 8 ماتشات في الدوري الممتاز والحمد لله تأدي فيهم بشكل كويس انت هترجع ليه خطوه لورا برضه هي الفكره انت ليه هترجع خطوه لورا طب انا اصلا عندي تفكير في القصه دي انا اسف يا كريم انا بتكلم مع كابتن مكي لكن وعايزك برضه تشترك معانا في الحديث لان انت المفروض دلوقتي انت مش لعيب بس يعني اللعيب لازم يبقى عارف كل الامور ويحضر نفسه الى ما بعد الاعتزال وحاجات كلنا يعني عشناها ليه الناس دايما بتفتكر ان انت لما تبقى مدرب عام او مدرب مساعد ان دي خطوه لورا يعني اقول لك امثله مثلا يعني مثلا ايه في ناس كتيره جدا بتشتغل الشغلانه دي مش قصدي بقى على مكي في اوروبا مثلا في ناس بتشتغل الشغلانه دي ويفضل شغالها 30 سنه وسعيد جدا بيها وهو عارف ان دي الحته بتاعته وهو سبب رئيسي في نجاح المدرب صح. يعني مساعد ارسن فينجر قعد معاه 17 سنه صح وجاله عروض انا فاكر كويس قوي جاله عروض من نورويتش سيتي وجاله اكتر من عرض وارسن فينجر قال له روح اشتغل قال له انا مدرب مساعد كريس يوتن اللي هو طبعا مدرب منتخب غانا في كاس الامم الافريقيه الاخيره وكان مدربي في توتنهام وكان مساعد مارتن يورو وكان مساعد سانتيني في توتنهام قعد سنين طويله بيجي له عروض ان هو يبقى مدير فني ويقول لا يقول انا شغلتي دلوقتي ان انا مساعد بعد كده بقى مدير فني لما كبر قوي بقى راح مسك بقى نيوكاسل وبتاع ونجح وبعد كده مسك منتخب غانا في البطوله الاخيره ليه الناس دايما بتشوف ان هي خطوه لورا يعني طب ممكن اقول حاجه طب هو فين الطموح في كده يعني مثلا يعني لما انا يجي لي فرصه من دلوقتي اللي انا ابقى مدير فني وانا صغير ممكن اعمل انجاز برضو كبير وممكن يبقى عندي فرصه ان امسك منتخب ممكن عندي كذا فرصه غير لما انا مثلا ابقى مساعد دلوقتي والخطوه مثلا تيجي بعد كده او ممكن ما تجيش احسن حاجه يعني ما هي خلي بالك يا كريم طبعا بشكل عام يعني بعيدا عن عن عن, عن, عن كابتن مكي ساعات الخطوه دي لما بتبقى بدري شويه بتبقى نقمه عليك مش نعمه عليك يعني اختيار التوقيت يعني 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 ما هو خلي بالك الناس دي مش عبط يعني هل انت متخيل ان الراجل مساعد فينجر ده عبيط لا طبعا هو عارف ان هو على فكره مش عيب ابدا ان انت تبقى عارف امكانياتك كويس ده بالعكس ده قوه كبيره اكبر قوه ممكن انت تمتلكها ان انت تبقى عارف امكانياتك ان انت تقدر تخدم في الحته دي وان الحته دي لسه شويه